ارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 2.2 مليار دولار بزيادة قدرها 51 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الصادرات الغذائية ارتفعت شهر أبريل من العام الحالي بحوالي 377 مليون دولار محققة بذلك نسبة نمو في القيمة تصل إلى 2% مقارنة بصادرات أبريل 2021.